أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فسوف نتحدث إن شاء الله عن مسائل الحج ومناسك الحج. وقبل أن نشرع في بيان مسائل الحج ومناسك الحج، ينبغي أن نقدم مقدمة. هذه المقدمة تبين منزلة الحج ومنزلة أحكام الحج والتشويق الكثير والحثيث في الروايات عن أهل البيت صلى الله عليهم أجمعين في هذه المنزلة العظيمة للحج. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، إن الله فرض الحج على من استطاع إليه سبيلا، ومن لم يفعل فليمت على أي حال شاء، يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، إلا أن يكون به مرض يحبسه أو منع من سلطان جائر، ألا لا نصيب له في شفاعتي ولا يرد حوضي، ألا هل بلغت. من خلال هذه الرواية وهذا الحديث الشريف عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، نعلم تلك المنزلة العظيمة للحج، وأنه إحدى الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى على المكلفين، حيث أن لام الملك لله، هذه كما يقول العلماء هي لام الملك، أي أن الله سبحانه وتعالى يملك علينا نحن المكلفين الحج، فلا بد وينبغي أن يكون هذا الحج ملكا لله سبحانه وتعالى، وأن من توفرت لديه شرائط وجوب الحج والاستطاعة ولم يحج، أي عصى الله سبحانه وتعالى، فكأنما هو خارج عن ملة الإسلام، فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يمنعه عن الحج حاجة ظاهرة أو سلطان جائر أو مرض حابس فمات ولم يحج، فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. هذا الحديث كما تعلمون يوضح أيضا أن هذا الحج وهذه الفريضة هي إحدى الفرائض الإلهية التي من يتركها عن عمد وعصيان يكون خارجا عن ربقة الإسلام. وعن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم مما أوصى به عليا أمير المؤمنين عليه السلام: يا علي، تارك الحج وهو مستطيع كافر. يقول، أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستدل بالقرآن الكريم، يقول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وعن أبي بصير عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام عن قوله تعالى في تفسير قوله تعالى ومعنى قوله تعالى:
ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فقال الإمام عليه السلام: فذلك أو ذلك الذي يسوف الحج أو يسوف نفسه الحج، يعني حجة الإسلام، حتى يأتيه الموت. إذن هنالك منزلة عظيمة للحج وآثار كثيرة للحج. من ضمن الآثار التي يستفيد منها هذا المكلف حينما يقوم بأداء هذا الفرض العظيم هو الطهارة والتكفير عن الذنوب. عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قال: حجوا فإن الحج يغسل الذنوب كما يغسل الماء الدرن، أي الأوساخ. كيف أن الماء، وظيفة الماء تغسل أو تنظف الدرن والأوساخ من على الثياب ومن على الأشياء، كذلك الحج والعمرة يفعلان بهذا الإنسان، أي يصفيانه من الذنوب. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحجاج يصدرون على ثلاثة أصناف: صنف يعتق من النار، وصنف يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه، والصنف الثالث يحفظ في أهله وماله، فذلك أدنى ما يرجع به الحاج. ومن آثار الحج التي يمتلكها أو التي يرجع بها الحاج هو نفي الفقر. وما أحوج الإنسان في هذه الظروف الصعبة وهذه الحياة المزدحمة أن ينفى عنه الفقر. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: من حج حجتين لم يزل في خير حتى يموت. وعنه عليه السلام: من حج ثلاث حجج لم يصبه فقر أبدا. إذن الحج ينفي الفقر من الإنسان، أي أن الله سبحانه وتعالى بمعنى أنه يضمن لهذا الإنسان الذي استجاب لله، يضمن له معيشته ويضمن له حياته ورزقه. يقول الإمام زين العابدين عليه السلام: حجوا واعتمروا تصح أبناء أبدانكم وتتسع أرزاقكم وتكف مؤنات عيالاتكم. ويقول عن إسحاق بن عمار رضوان الله تعالى عليه: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني قد وطنت نفسي على لزوم الحج كل عام بنفسي أو برجل من أهل بيتي بمالي. فقال الإمام عليه السلام: وقد عزمت على ذلك؟ يعني هل أنت عازم على هذه النية؟ قال أبو بصير: قلت نعم. قال: إن فعلت ذلك فابشر بكثرة المال. ولا يخفى عليكم أن من آثار الحج الخير في الدنيا والآخرة. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد الدنيا والآخرة فليؤم هذا البيت، فما أتاه عبد يسأل الله دنيا إلا أعطاه الله منها، ولا يسأله آخرة إلا ادخر له منها. وعن منصور بن حازم يقول: سألت أبا عبد الله الإمام الصادق عليه السلام عمن حج أربع حجج ما له من الثواب؟ قال: يا منصور، من حج أربع حجج لم تصبه ضغطة القبر أبدا. إذن آثار عظيمة، آثار جمة وكثيرة للحج، يعني أن هذا الإنسان يقوم بهذا الواجب، لكن بتنفيذ هذا الأمر الإلهي أيضا يحصل على آثار ويحصل على
أمور ويحصل على خير الدنيا والآخرة. وكما تعلمون أن مسائل الحج ومناسك الحج مسائل متشعبة وكثيرة، فيحتاج المرء أن يتراجع وأن يراجع وأن يتباحث هذه المسائل لكي يستفيد منها. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لبيك اللهم فارحم كلي في معناك أحرام، آت من شق بعيدين فتلطف بي وتكرم. لبيك اللهم إني عاص فاغفر ما تقدم، في خدي قد حج دمعي وبرجواك قد تكلم.